to the correct words or phrases. مين راح يقرأ الأول جملة هلا يختار لي الجواب الصحيح ويقول لي ليش اختار how much أو ليش اختار how many. مين حاب يختار؟ أنا أستاذ. تفضل. How much or how many coins have you got in your collection. شو اخترنا هوني؟ How many؟ أستاذ لأنه إجا بعد اسم معدود. لأنه إجا بعد اسم معدود اللي هو coins. الجملة نمبر 2 مين بيقراني إياها؟ راند. I am taking a little series with me on holiday. A few. ليش؟ لأنه عندنا هون CDs. هي اس حولناها لجمع فاخترنا a few. الجملة الثالثة رنا. I haven't got money or much money in my pocket much لأنه money غير معدود. لأنه money غير معدود فاخترنا كلمة much. الجملة اللي بعدها أربعة كامل. I just need a little time to get ready. أستاذ نختار a little. أكيد a little. هو على فكرة كلمة time هي أحيانا معدودة وأحيانا غير معدودة. فهون جايب غير معدودة. الجملة الأخيرة. الجملة الأخيرة. Rand. If you like some or a water, some. أكيد يسمو. ليش some or a water مثلا؟ لأنه ووتر اسم غير معدود. لأن الووتر اسم غير معدود والأسماء غير المعدودة مستحيل يجي قبل آ أو أن. ذا ممكن يجي أداة التعريف ذا ولكن الآ والأن ما بتجي قدام الاسم غير المعدود.